بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد أحبتي، درسنا اليوم للصف السادس الابتدائي مادة العلوم الفصل الدراسي الثاني. عنوان الدرس: ما الكهرباء الساكنة؟ من إعداد أستاذ حمدان الزهراني وتقديم محدثكم الأستاذ طارق الثماني. بسم الله نبدأ. الأهداف: أن تعرف الكهرباء، أن تصف الكهرباء الساكنة، أن تصف التأريض. إذن توقع إن شاء الله في نهاية درسنا أن نحقق هذه الأهداف: أن تعرف الكهرباء، وأن تصف الكهرباء الساكنة، وأن تصف التأريض. بسم الله نبدأ. تهيئة: ما الذي يجعل المصباح يضيء عندما نصله بالبطارية من خلال السلك؟ الآن هذا المصباح، ما الذي يجعله يضيء عندما نصله بالبطارية؟ الكهرباء. أحسنتم. إذن الكهرباء. وين موجود هذا الكهرباء؟ وين موجود هذا الكهرباء؟ ها؟ وين موجود؟ وين موجود الكهرباء؟ وين موجود؟ في البطارية. أحسنتم. إذن الكهرباء موجود في البطارية. إذن يصل الكهرباء إلى هذا المصباح الذي نراه من البطارية عبر السلك الذي نراه. كما تعلمنا أن الذرة تحتوي على إلكترونات وتحتوي أيضا على بروتونات موجبة الشحنة. إلكترونات سالبة الشحنة وبروتونات موجبة الشحنة. أحسنتم، بارك الله فيكم. ما الكهرباء؟ الآن نبغى تعريف ما الكهرباء. ها، ما الكهرباء؟ من يقول لنا ما الكهرباء؟ ها، واحد يقول لنا ما الكهرباء؟ يلا. في إجابة، الكهرباء. إذن ها، هي حركة الإلكترونات. أحسنتم. إذن الكهرباء هي حركة الإلكترونات. حركة الإلكترونات هي الكهرباء. ما شاء الله عليكم، أحسنتم. ننتقل إلى شريحة ثانية لنشاهد ما لا تخبئ لنا. تقييم مرحلي: اختر الإجابة الصحيحة. الكهرباء هي إلكترونات ساكنة، بروتونات موجبة، إلكترونات متحركة. القلم معك يا إيمان. الكهرباء هي إلكترونات ساكنة أم بروتونات موجبة أو إلكترونات متحركة؟ إلكترونات متحركة. هل نوافقها الرأي؟ هل نوافقها الرأي؟ الجميع متفق على ذلك؟ أحسنتم. إذن الكهرباء هي إلكترونات متحركة. جميل جدا. إذن الكهرباء هي إلكترونات متحركة. تستاهلون النجوم. ننتقل إلى شريحة أخرى لنشاهد ماذا تخبئ لنا. ما الكهرباء الساكنة؟ قبل أن ندخل إلى الكهرباء الساكنة، يجب أن نعرف أن الشحنات الموجبة، إذا كان شحنتين موجبة تتنافر، أو إذا كانت شحنتان سالبة تتنافر. إذن الشحنات المتشابهة تتنافر،
بينما الشحنات المختلفة تتجاذب، كما نشاهد الأسهم هنا تجاذبت لاختلاف الشحنة، بينما في السالب والموجب تنافرت لتشابه الشحنة. لو لاحظنا على هذا الحذاء أكرمكم الله أنه أخذ الإلكترونات من السجاد الذي وضع عليه كما في الشكل. إذا ما الكهرباء الساكنة؟ ما الكهرباء الساكنة؟ من يقول لنا؟ ما الكهرباء الساكنة؟ يا سلام، أنا أبغى الإجابة، هذه هي الإلكترونات المتراكمة على الحذاء أكرمكم الله وأيضا على الأسطح. إذن هي جسيمات مشحونة على سطوح الأجسام. أحسنتم، إذن هي جسيمات مشحونة موجودة على أسطح الأجسام. بارك الله فيكم. ننتقل إلى شريحة أخرى لنشاهد ماذا تخبئ لنا. إذن الكهرباء الساكنة يا أحبة هي جسيمات مشحونة موجودة على أسطح الأجسام. طيب لو لاحظنا في الصورة، هذا قبل التعادل، متى يصبح الجسمان متعادلان كهربائيا؟ من يقول لنا متى يصبح الجسمان متعادلان كهربائيا؟ ها، متى يصبح الجسمان متعادلان كهربائيا؟ الآن لم تلامس اليد المقبض، المقبض عليه شحنات موجبة فقط، ها؟ طيب، في من الإجابات يقول إذا كانت الشحنات الموجبة تعادل الشحنات السالبة عند الانتقال. طيب أقول لكم شيء، الآن هنا كم شحنة موجبة على المقبض؟ كم شحنة موجبة؟ ثلاثة، أحسنتم. طيب على اليد كم شحنة موجبة؟ ثلاثة أيضا، ما شاء الله عليكم. إذا هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، عدد الشحنات الموجبة على المقبض يساوي عدد الشحنات الموجبة على اليد. الاختلاف وين؟ في الشحنات ماذا؟ الاختلاف في الشحنات السالبة. هنا لو لاحظنا ست شحنات سالبة، إذا حتى يتعادل كم يلزمني شحنة سالبة على المقبض؟ ها؟ كم يلزمني شحنة سالبة على المقبض؟ هنا ستة على اليد، كم راح ياخذ المقبض حتى يصبح يا سلام ثلاثة. إذا ثلاثة شحنات. إذا متى يصبح الجسمان متعادلان؟ نشوف في الصورة الآن متعادلان. ليش قلنا متعادلان كهربائيا؟ من يقول لي ليش؟ ليش قلنا متعادلا كهربائيا؟ الآن أصبح متعادلا، لا قبل التلامس يكون في الهواء، يسمى الكهرباء، عشان كذا يسمى الكهرباء على شكل، ها، على شكل شرارة كهربائية قبل التلامس. قبل التلامس يتكون شرارة، أحسنتم، شرارة كهربائية كما نشاهد قبل التلامس. يا سلام، لأن الشحنات السالبة والموجبة متساويان. هنا كم شحنة موجبة وكم شحنة سالبة؟ ها، يا سلام، ثلاثة ثلاثة. وعلى اليد ثلاثة ثلاثة، أحسنتم. إذا في هذه الحالة يكون الجسمان متعادلان كهربائيا. إذا متى يصبح الجسمان متعادلان كهربائيا؟ عندما تنتقل الإلكترونات من أحد الجسمين خلال الهواء في اتجاه البروتون القريبة على سطح الجسم الآخر. كيف تنتقل؟ في شكل ماذا؟ الإلكترونات كيف تنتقل؟ في شكل ماذا؟ من يقول لنا؟ ها؟ شرارة، ما شاء الله عليكم، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا في شكل شرارة، تستاهلون، على قدكم أنجم، ما شاء الله عليكم. طيب ننتقل إلى شريحة أخرى لنشاهد ماذا تخبئ لنا. أختبر نفسي، ماذا يحدث لبالونين مختلفين في الشحنة عندما يقتربان من بعضهما؟ ما الذي سيحدث لبالونين مختلفين؟ يا سلام، يلتصقان، يلتصقان، يا سلام. إذن
يلتصقان. ليه يلتصقان؟ بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب التجاذب لاختلاف الشحنة. إذا بسبب تجاذب لاختلاف الشحنة. أحسنتم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى شريحة أخرى لنشاهد ماذا. أحسنتم، مثل لو أن حكيت البالون في الشعر يلصق في الجدران. جميل، إجابات جميلة جدا. طيب، الكهرباء الساكنة، ما التأريض؟ شوف، ما التأريض؟ شوف، هنا الهوائي وهنا مانع الصواعق، كابل نحاسي، ممدود ومتصل وين؟ متصل وين؟ في الأرض. إذن يا سلام، إذن يمنع التراكم، التأريض منع التراكم للشحنات على الأسطح. يا سلام، إذن التأريض هو منع تراكم الشحنات الزائدة على الأجسام المفصلة. لذلك نوصل هذه الشحنات بسطح كبير. الموصل الكبير اللي هو من؟ من الموصل الكبير، السطح الكبير الذي نفرغ فيه الشحنات؟ ها، الأرض. أحسنتم، إذن الأرض هي التي نفرغ فيها الشحنات. ننتقل إلى شريحة أخرى لنشاهد ماذا تخبئنا. تقويم ختامي، أكمل الفراغات التالية. عندي المفردات: التأريض، الكهرباء الساكنة. الكهرباء واحد هي حركة الإلكترونات، اثنين هي جسيمات مشحونة على سطوح الأجسام. طيب، آية القلم معك يا آية. هي حركة الإلكترونات، ها، هي حركة الإلكترونات، ما هي؟ أحسنتي، إذن نوافقها الرأي؟ نوافقها الرأي، الكهرباء. جميل جدا، ممتاز، يا سلام. طيب، اثنين، ها علي، اثنين هي جسيمات مشحونة على سطوح الأجسام. هي جسيمات مشحونة، يا سلام، الكهرباء الساكنة. جميل جميل جدا، إذن الكهرباء الساكنة. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن الكهرباء هي حركة الإلكترونات، بينما الكهرباء الساكنة هي جسيمات مشحونة على سطوح الأجسام. إذن الكهرباء هي حركة الإلكترونات، والكهرباء الساكنة هي جسيمات مشحونة على سطوح الأجسام. ننتقل وإياكم إلى شريحة أخرى لنلاحظ اللي هو ملخص الدرس. أخذنا اليوم يا أحبة الكهرباء والكهرباء الساكنة. الكهرباء قلنا هي حركة إلكترونات. طيب، جسيمات مشحونة على سطوح الجسوم، شيماء القلم معك، جسيمات مشحونة على سطوح الجسوم والأجسام. يا سلام، الكهرباء الساكنة. أحسنتم، بينما منع تراكم الشحنات الزائدة على الأجسام الموصلة. إيمان، ماذا نسميه؟ يا سلام، يلا، التأريض. جميل جدا، إذا نسميه التأريض. إذا التأريض هو منع تراكم الشحنات الزائدة على الأجسام الموصلة. إلى هنا أحبتي، وصلنا معكم إلى نهاية
درسنا لهذا اليوم. أراكم إن شاء الله في دروس قادمة، وأنتم أتم الصحة والعافية وفي أمان الله. العفو، بارك الله فيكم، مع السلامة.